في سنة هجرية في سنة سنة 1948. طب الشهور الميلادية كم شهر؟ 5 تقريبا. الشهور الميلادية 5؟ ميلادية مش 5؟ مش عارف. مع ان السنة الميلادية اصلا تبقى الواحد عارف على طول، لكن السنة الهجرية بتبقى صعبة. طب احنا في السنة كام ميلادية دلوقتي؟ في سنة 1945. طب السنة الهجرية كم شهر؟ السنة الهجرية الكم؟ كم شهر؟ كم شهر؟ 12. ممكن تقولهم لي؟ شهر اول شهر ترتيب عامة ولا عادي؟ في لو مش حافظهم بالترتيب قولهم لي كده عادي. اكتوبر واغسطس وفبراير ويوليو ومايو هم كتير بصراحة، بس انا بنسى بسرعة. ممكن 1400 مش عارفه كام، بس انا مش عايز اهبد يعني. لا اهبد عادي. 1415 مثلا. بعيدة قوي. مش عارف. طيب فكر. 1417 مثلا. طب اسألك سؤال تاني، الشهور الهجرية كم شهر؟ الشهور الهجرية 7 تقريبا. 7 ايه؟ 7 شهور. لا 7 شهور 11 شهر مثلا ولا ايه؟ 11 ولا 12؟ ما هو السنة العادية 12، هي 11؟ طب احنا في السنة العادية بقى اللي هي الميلادية في سنة كام دلوقتي؟ معرفش، ما انا قلت لك 1400 مثلا وكام؟ 1600 وحاجة يعني مثلا؟ أنا دلوقتي بقول السنة الميلادية كام؟ احنا في 2022. والسنة العادية كام شهر؟ 12. يبقى دي 12؟ تمام. نرجع بقى، احنا في سنة كام دلوقتي؟ احنا في سنة 2022. سنة كام دلوقتي هجرية؟ مش عارف. جاوب على السؤال. ما اعرفش. ايه بتسألك عليه؟ السنة الهجرية. 1433، 1434، 1444، 1445. 1444. تمام؟ صح؟ فين الجايزة بقى؟ احنا في سنة كام دلوقتي؟ سنة 2022. دي الميلادية. أنا بسأل بقى على الهجرية. ما بعرفهاش الهجرية دي والله. أنا عايش كده لله، مش ولا أعرفها ولا بتاع. حاول تقول مثلا أي رقم. يعني كام؟ بتبدأ من كام طيب؟ 1400 وكام؟ 1450، 1430 كده. هي إيه دي؟ إيه؟ اللي أنت بتحكي عنه. انا بحكي عن ايه؟ والله ما عارف. سنة هجرية صح؟ دي ابا ما اعرفش بقى يتبقى. السنة فيها كم شهر طيب؟ فيها كم ايه؟ كم شهر؟ السنة 12. احنا بقى في سنة 1400 وكام؟ 420 صح؟ 450؟ مش هعرف بقى. اسأليني حاجة غير كده عشان بص انا مش عارف اجاوب عليك. طب انت عارف ايه هي الشهور الميلادية؟ لا. برد عليك وخلاص. سور الميلادية؟ لا معرفهاش. عارفها بالعافية؟ يناير فبراير حاجات دي مش عارفها؟ يعني لا عارف يناير، ما الباقي لا. بعد يناير ايه؟ مش عارف. فبراير؟ تهيألي زي كده. بعد فبراير؟ يناير. من كام يوم كنا بنحتفل بالسنة الهجرية الجديدة، ممكن حضرتك تقول لي احنا في سنة كام دلوقتي؟ في 2022. لا انا بسال على السنه الهجريه مش الميلاديه. لا ما اعرفش. طب احنا السنه فيها كام شهر؟ 12. والسنه الهجريه بقى فيها كام شهر؟ ما اعرفش. طب خمن مثلا احنا سنه كام؟ سمعتش قبل كده مثلا حد قال احنا سنه كذا او اي حاجه؟ 400 كذا يعني. 1400 ممكن 42 او حاجه زي كده، حاجه شبه كده. عارف الشهور الهجريه طيب؟ لا خالص. طب الشهور الميلادية؟ ما اعرفهمش. ميلادية؟ ما اعرفش اي حاجة. يناير فبراير ما تعرفهمش؟ مش حافظهم يعني، دايما متابع الموبايل، اما اجي اشوف حاجة اشوفها على الموبايل. طيب الشهر فيه كم يوم؟ الشهر 30 يوم، وفي شهور 31. كويس.
في سنة هجرية؟ في سنة سنة 1948. طب ممكن ناخد اختيارات؟ طب السنة اللي فاتت كانت سنة كام؟ لا السنة الميلادية أنا فاكرها. احنا عايزين الهجرية مش الميلادية. لا الهجرية والله واخد بالي منها. ممكن ناخد اختيارات كده والجماعة اللي معايا برضه في التوك توك برضه يساعدوا معايا؟ 1433 ولا 1444 ولا 1445؟ 1445. 1445. مع ان السنة الميلادية اصلا تبقى الواحد عارف على طول لك السنة الهجرية بتبقى صعبة. طب احنا في السنة كام ميلادية دلوقتي؟ في سنة 1945 ميلادية يا عم. ميلادية؟ 2022. من كام يوم كنا بنحتفل بالسنة الهجرية الجديدة؟ ممكن تقول لنا احنا السنة كام دلوقتي؟ 2022. مع 2022. أنا بسأل على السنة الهجرية مش الميلادية. هجرية؟ أصلا مش عارف. مش عارف. طب فكر كده. بجد مش عارف. طب السنة اللي فاتت كانت سنة كام؟ عامة مش عارفهم، اللي هو مش حافظهم عشان لما بكون أصلا في المدرسة بس، اللي هو لما بكون في فترة المدرسة بس، بكون عارفهم عامة. خلص المدرسة من كام سنة؟ مش عارف بقى. طب أنت عارف الشهور الهجرية كام شهر؟ برضو لا. طب الشهور الميلادية كم شهر؟ 5 تقريبا. الشهور الميلادية 5؟ ميلادية مش 5؟ مش عارف. حاول تفكر كده، احنا في سنة كام هجرية؟ برضو لا. طب احنا في سنة كام ميلادية؟ ميلادية اللي هو 2022. هجرية بقى؟ 1400 حاجة بس مش عارفها بقى، اللي هو 1400 وحاجة. طب قول فكر كده في الحاجة دي كام مثلا؟ مش عارف بقى. 1430 مثلا. 35؟ لا هي بس يعني في الرينج دون يعني. 32 مثلا. لا غلط. مش عارفها الصراحة. طب ليه مش 35؟ مش عارف بجد. طيب هي 1444. 1444 يبقى انا قلت ازاي، انا كان في الرينج دون يعني. من كام يوم كنا بنحتفل بالسنه الهجريه الجديده؟ ممكن تقول لي احنا في سنه كام دلوقتي؟ السنه الكام؟ 1000 كام؟ بصراحه انا ناسي يعني. ماشي انا مع حضرتك لحد ما تفتكر. 1000 كام؟ 1443. لا بس قرب. 1445 تقريبا. طب السنة الهجرية كم شهر؟ السنة الهجرية الكم؟ كم شهر؟ كم شهر؟ 12. ممكن تقولهم لي؟ شهر أول شهر ترتيب عامة ولا عادي في؟ لو مش حافظهم بالترتيب قولهم لي كده عادي. اكتوبر واغسطس وفبراير ويوليو ومايو هم كتير بصراحه بس انا بنسى بسرعه. ماشي عامه احنا دلوقتي في 1444. سمعنا حاجه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي كل من يصلي على النبي مرة عشرة.
الله يجزي كل من يصلي على النبي مرة عشرة أكثر عليه من الصلاة أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتي يا أمة الخيرات بشراكم به نور القلوب وراحتي وفؤادي يا رب أسعدنا برؤية أحمدا فهو الكريم وراحتي وودادي يا رب يا رب صل على الحبيب المصطفى وجمعنا تحت لواه في الميعاد.